ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا يا ليل يا ليلي يا 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 ليل. كل ده كان ليه لما شفت عيني؟ كل ده كان ليه لما شفت عيني؟ حن قلبي إليه وانشغلت عليه وانشغلت عليه. حن قلبي إليه وانشغلت عليه وانشغلت عليه. كل ده كان ليه كان ليه ليه. قال لي كام كلمة كتيرة يشبهن اسم في ليالي الصيف. فاتني وفي قلبي شوق بيلعب بيه وفي خيالي طيف. غاب عني بقاله يومين معرفش وحشني ليه. واحترت اشوفه فين وان شفته هقوله ايه. طبعا برحب بيكو وبرحب بكل اهل اسكندريه. يمكن النهارده اول مشاركه ليا في مهرجان سينمائي تبقى مهرجان اسكندريه، واسكندريه بتمثل لي يعني يمكن ليها طابع خاص معايا شويه لان انا بدايتي كانت من هنا، بدايه ارب ايدل. فبعتبر البدايه كانت هنا وبدايه اول مهرجان ليا هنا، فدايما بتبقى اسكندريه وش تساعد عليا في حاجات كتير. عايز اقول ان اهل اسكندريه يعني يمكن بيشجعوني جدا وكانوا مبسوطين جدا، وكان ليا يمكن التراس احمد جمال الصفحه اللي على الفيسبوك جزء كبير جدا منها في اسكندريه، وشباب كتير كان بيعملوا مجهودات يمكن من مجهودهم الشخصي، بوسترات وفوتينج وكل حاجه يعني. فطبعا انا بحيي اهل اسكندريه وبقول لهم ان انا مبسوط جدا ان انا معاكم، وبقول لهم بمناسبه عيد الاضحى كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه ومصر كلها والامه العربيه بخير ان شاء الله. طبعا مشاركتي في المهرجان يمكن بدأت من سيادة اللواء طارق المهدي محافظ اسكندرية. اتقابلنا في القاهرة وكلمني بصفة رسمية ان احنا يكون ليا تواجد في المهرجان، وطبعا يعني كان يشرفني ويسعدني ان انا اكون مشارك في المهرجان. على طول جيت يمكن كان عندي هوا وقلت للناس الكلام ده ان انا طالع بمنظرين في اليوم ده، لان على ام سي مصر وعلى الحياه كنت عندي تصوير، وبعدين جيت على طول على هنا. كنت سعيد جدا بمشاركه نخبه كبيره جدا من الاعلاميين ومن السفراء ومن يعني يمكن كان الاجواء حلوه جدا، وانا يمكن اخترت اغني حاجه وطنيه في الظروف اللي احنا فيها. غنيت مين هي مصر، وغنيت احلف بسماها وبترابها، الكوكتيل الوطني. اتمنى يا رب ما اكونش المشاركه الاخيره، هي دي البدايه، واتمنى في كل السنوات اللي جايه اكون متواجد يعني ان شاء الله. لو كلمت عن تجربتي قبل ارب ايدل، يمكن تجربه انا حكيتها كتير وقلت ان انا يمكن انا بطبيعتي طموح، وبحب ان انا دايما لما اكون حاطط هدف قدامي احب اوصل له. مش عاوز دايما اليأس يبقى مسيطر عليا، ومش عايز الظروف اللي حواليا تبقى اقوى مني، بالعكس انا بحارب الظروف عشان ابقى احسن وان انا اوصل لهدفي. فيمكن قبل ارب ايدل يمكن كان في خطوات كتير خدتها وحكيت عنها، من بداية من وانا عندي 10 سنين من ساعة ما دخلت المعهد ووالدي دخلني معهد الموسيقى العربية.
مرورا بقى بفترة الإعدادي والثانوي، فترة اللي هي الصناعة بقى، إن أنا بعمل ألحان، أنا اللي بلحن ونور بيكتب. فدخلت في مرحلة الكلية إن أنا بشارك في مسابقات الجامعة والأسبوع شباب الجامعات والكلام ده كله، كل دي كانت بتبقى قاعدة ليا، إلى جانب إن أنا قلت قبل كده جت احد الشركات عملت ميني البوم، كانت عملت مسابقه وفزت فيها بالمركز الاول، فعملت ميني البوم من 3 اغنيات، عملنا منه اغنيتين اسمه ونصيب وافتح الله. اسمه ونصيب بعد كده وصلت للموسيقار الراحل عمار الشريعي الله يرحمه عن طريق الدكتور احمد عبد الشافي اللي هو قائد الوتريات، فاتعاملت مع الاستاذ بعدها على طول، بسبب يعني كانت اسمه ونصيب هي المدخل يعني. تعاملت معاه في تتر مسلسل بيت الباشا، كان بطولة صلاح السعداني في رمضان 2010، المقدمة والنهاية يعني، هي ستر وغطا مقدمة والنهاية البيت بيت أبونا، وكان في قبلها غنوة حبيبتي في مذكرات سيد السمعة، ده مسلسل كان بطولة لوسي. كان كل ده في 2010 يعني، رمضان 2010 كان يمكن يعني بداية خير ليا، ولكن بعدها على طول قامت ظروف الثورة، وكنت أنا دخلت الجيش ويمكن الظروف الصحية للأستاذ عمار الشريعي برضو كانت يعني في النازل، فكان ده مأثر برضو على شغله وعلى على العطاء بتاعه. فحسيت إن بعد خطوة الجيش أنا يعني مفيش منفذ، أو إن الظروف الإنتاجية دلوقتي في ظل إن هي صعبة جدا، حسيت ان المنفذ هيبقى من خلال احد البرامج يعني، وده اللي يمكن اخر ظهوري في البرامج يعني. ناس كتير بتسأل ليه احمد ما قدمش من زمان، يعني يمكن في برامج تانية بادئة من 10 سنين او من 9 سنين، ليه ما قدمتش؟ لان انا ما كانش في دماغي فكرة البرامج قد ما كنت حابب اوصل بمجهودي يعني. ولكن خلاص يعني خدت قرار ورحت على عرب ايدل، والحمد لله كانت دي الانطلاقة الحقيقية يعني. هو وضع طبيعي جدا ان كل واحد بتعدي عليه فتره كده من الملل او الياس او الاحباط، وده مش بايدي يعني، ده بسبب الظروف اللي كانت البلد عايشه فيها بدايه من 25 يناير لغايه النهارده يعني. من قبل ده انا كنت مشغول، او كان قدامي هدفي ان انا اخلص كليتي وجيش، ما كنتش بفكر في حته الشهره الحقيقيه الا لما اخلص من دول، برغم ان انا كنت بشتغل، وكان يعني طول فترة الكلية أنا بشتغل، ويمكن ناس كتير ما تعرفش قد إيه أنا عانيت وتعبت في الموضوع ده يعني، يعني قد إيه الكلية صعبة، وفي نفس الوقت أنا بنزل أشتغل في كل حاجة، في حفلات وفي أفراح وفي كل حاجة، والناس ما تعرفش الكلام ده. قعدت من 2006 ل 2009 شغال في الموضوع ده، وسافرت دبي اشتغلت فيها فترة ورجعت بص هو أنا يعني كله في المزيكا يعني، أنا تعبت كتير، و الخطوة اللي أنا كنت بتمناها إن أنا أوصلها يمكن حطيت رجلي على أول سلمة، اللي هي إن أنا الناس تعرف أحمد، وإن أحمد يقدر يوصل صوته لكل الناس الأول. الخطوات اللي جاية بعد كده بقى دي اللي هي أنت بتجني بقى ثمار التعب بتاعك، فأتمنى يا رب إن شاء الله الخطوات اللي جاية تكون كلها خطوات صح، وإن أنا أختار صح، وإن أنا ما يعني ما تكسلش بقى، ما نمش يعني، خلاص وصلت للفاينل والكلام ده فهقعد في البيت يعني، لا يعني في مجهود اكبر بكتير لسه مستني. انت مش هتدوق حلاوه النجاح ولا هتدوق طعم النجاح الا اذا انت تعبت جدا عشان توصل للنجاح ده. فالمعاناه اللي الواحد شافها على مدار ال 15 سنه اللي فاتوا، يمكن ناس كتير هتقول لك 15 سنه ليه، وانت عندك كام سنه اصلا عشان تقول تعبت 15 سنه؟ انا بادئ من بدري قوي واشتغلت من بدري قوي، يمكن يعني اول صيدليه وقفت فيها عشان برضو حته حب الصيدله دي ما جاتش من فراغ، انا كنت واقف في الصيدليه من وانا في تاني اعدادي او في تالت اعدادي، كنت واقف في الصيدليه واشتغل، انا من صغري حابب اعرف العلاج ده ليه بيخليك تخف وليه ده بيعمل ايه، واخد النشره اقراها، وكان عندي صبر شويه ان انا اقعد اعمل كده. من بعدها على طول بمجرد ان انا دخلت في مود الجامعة وكده، بدأت أشتغل بقى في الحفلات وأفراح وأعياد ميلاد مش عارف إيه يعني. الواحد مفيش حد أظن يعني، مفيش حد ابتدى من فوق يعني، كلنا ابتدينا من تحت، وأنا يعني أنا فخور إن أنا تعبت عشان كده ابتديت أوصل، خدت بالك؟ بس كوبري قصر النيل بالنسبة لي يعني، يمكن أنا عشان دايما حياتي كلها عايشة في طنطا، ف
فطنطا بالنسبه لي يمكن قضيت فيها كل حياتي. فكوبري قصر النيل ده كان بالنسبه لي يمكن الفتره اللي قعدتها شويه مع او اللي بفتكرها مع اول ارتباط بقى، اول لما حبيت يعني. كان اول حب كان في 2009 على فكره، اتاخرت انا على ما حبيت انا. لا كانت فلسطينيه. تبارك. و يمكن الموضوع ما طولش يعني، هو قعدنا سنه ده فلسطينيه وانا من طنطا، واتقابلنا في المغرب اصلا يعني. يعني دي التركيبه العجيبه بقى بتاعتنا. هي يمكن القصه خدت شكل غريب كده. احنا كنا اصدقاء يعني، وبعدين بمرور الوقت يعني خلاص حبينا بعض وكده. بصراحه كنت واقع انا بصراحه. لا يعني خلاص، هو كان الامور واضحه يعني، خلاص شبه واضحه يعني من قبل ما اقولها حتى. هي كانت الامور واضحه من قبل ما اتكلم حتى، وهي كانت فاهمه كل حاجه يعني. ولكن دايما بيبقى في شويه اختلافات في العادات والتقاليد، واختلافات في الطباع. احيانا البيئه اللي اتربينا فيها هنا في مصر وطبعنا المصري بيبقى او الشرقي مختلف شويه عن الثقافات بره. فده يمكن كان نقطة الخلاف، أو النقطة يعني ما كانت ظروف ما حوالين الموضوع ما خلتناش نكمل مع بعض يعني. هو بالنسبة لي كلمة بحق يعني، أنا بص، أنا مش محظوظ شوية في الحب، خلينا نقولها بصراحة بقى يعني. أنا مش محظوظ في الحب، ويمكن الحب بالنسبة لي ممكن أوصل لمرحلة الإعجاب، أو إن أنا فلانة مثلا يعني شايفها كويسة وكده، ولكن أنا ببعد لان بقيت بصراحه بقيت احسبها بعقلي الاول يعني. ان انا بخاف جدا ان انا اتعلق بحد، ان انا بخاف اتعلق بحد او اعلق حد بيا في الاخر ما نكونش لبعض. انا بس عشان قافل على نفسي شويه ومركز قوي في الشغل، ده مخلي تركيزي كله راح للشغل ومش راح لاي حاجه تانية. فدايما بتبقى حتى المعجبات بالنسبه لي بيبقى الكلام كلام عابر، كلام بيخص الشغل او بيخص الحفلات او الكلام العادي يعني، الكومنتس اللي بتيجي على اي لقاء او على اي حفله او على اي عمل انت بتقدمه يعني. فانا مش مدي لنفسي بس يعني ما فتح مش فات انا قافل عليه دلوقتي كده شويه، اي قافل عليه شويتين لغايه بس ما احط يعني رجلي على الارض صلبه. لان التركيز في يعني المزيكا بالذات يعني عايزه تركيز غير عادي، والشهره والنجوميه محتاجه يعني محتاجة مجهود. ومش عايز أظلم الإنسان اللي هترتبط بيه من دلوقتي، ولا أنا عايز أتظلم برضو معاها يعني. الخطة العامة للجواز بقى، لو بتكلم عن الجواز، هو الجواز هو اللي ممكن يتحط له خطة يعني، إن أنا أأجله شوية عشان بس ما يعطلنيش، وفي نفس الوقت عشان الظروف اللي أنا فيها دلوقتي هتختلف بعد 3 4 سنين عن ظروفي اللي جاية يعني. إن شاء الله يعني. يمكن الكلام اليومين دول على ان احمد خلاص هيسيب اسرته ويقعد منعزل والكلام، ما فيش الكلام ده قوي يعني. هو يعني انا ما بقدرش اصلا انعزل عن اسرتي، ولا بعرف اعيش لوحدي، ولا في حته ان انا ابعد عن طنطا كتير يعني. انا وجودي في القاهره هيبقى اضطرار يعني، ظروف شغلي، وان انا اركز اكتر في الالبوم، وان انا ما بقاش في حاجه تانية شغلاني يعني. ولكن انا معظم الوقت مش عايش لوحدي، معظم الوقت شغل، بسمع اختيارات، بركز بشوف ايه اول حاجه ممكن ننزل بيها، او ايه الاعمال اللي لو اتحطت في سي دي مع بعضها ما تبقاش مختلفه عن بعض، ما تبقاش الدنيا داخله في بعض، ما تبقاش مفهوم ايه اللي بيحصل في يعني. عايز اختيارات تليق بالناس، باللي الناس شافته في احمد، وفي نفس الوقت تكون حاجه على قد المستوى اللي الناس مستنياه يعني. فأتمنى يا رب إن شاء الله وجودي في القاهرة الأيام اللي جاية، ويعني أنا طبعا هبقى مستقر في القاهرة طبعا، وأتمنى وجودي هناك يكون فايدة ليا، ونقدم اختيارات أحسن إن شاء الله يعني. نسمعكم يفتح الله بقى من كلام نور وألحاني. تيرارارا
انت ليه فاكر مفيش في الدنيا قدك؟ اللي خلقك يعني خالق يا مزاياك. انت ليه فاكر مفيش في الدنيا قدك؟ اللي خلقك يعني خالق يا مزاياك. لو هتفضل في الغرور والحالة دي يبقى يلا بالسلامة وعيش لوحدك. يفتح الله يا حبيبي يفتح الله، هو ده آخر كلام عندي ويلا. انت من بره اللي يشوفك هالله هالله، وجوه يعلم الله بيه. يفتح الله يا حبيبي يفتح الله، هو ده آخر كلام عندي ويلا. انت من بره اللي يشوفك هالله هالله، وجوه يعلم الله بيه. كنت راضي بيك بعيبك وقلت عادي، بس لو عايز اسيبك ماشي عادي. بس لو جيت تبكي تاني في يوم قصادي، عمري ما هرجع واحن تاني ليك. مهما تعمل في حوارات علشان رضايا، انت كده وقتك خلاص خلصان معايا. توتا توتا احنا خلصنا الحكاية، يلا سيبني وربنا يحنن عليك. يفتح الله يا حبيبي يفتح الله، هو ده اخر كلام عندي ويلا. انت من بره اللي يشوفك هلا هلا، وجوه يعلم الله بيه، وجوه يعلم الله بيه.